طبعا من ضمن مشاريع لجنة الصحة العام 2022 هي بناء مستوصفات. من ضمن المستوصفات هي مستوصف الحي الأول اللي باشر العمل به بشهر الثامن، مدة التنفيذ هي 4 شهور. طبعا هو الهدف منه هو تخفيف الضغط على المشفى، وثانيا تلبية احتياجات المنطقة. طبعا المستوصف راح يتضمن بعيادة أطفال، عيادة داخلية، عيادة نسائية، مركز لقاح، صيدلية. طبعا الخدمات كلها مجانا، راح يكون بها غرفة إسعافات أولية زادين راح تكون من ضمنها. طبعا بمشاريع ثانية هي مستوصف زاد بناء مستوصف جعبر، راح تبلش من ضمن الشهر هذا إن شاء الله. هل يمكنك ان تكون هناك؟